اذا اصدقائي تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في واحد القريه اللي سميتها تيزي وزمور، نواحي تافوغالت، اقليم مدينه تبركان كما كتلاحظوا. اليوم كاين واحد الصدقه او وعده لجميع الاحباب وصله الرحيم، طبيعه الحال ناس الكرام، ناس الجود، ناس جبال بن زناسن. تبارك الله على السي محمد، الله يعطيك الخير. غادي نشوفوا بالنسبه ل الله يحفظك، بالنسبه للقصاعي راهم يجيبوهم يديروهم في القيطون هذا، اللهم بارك كما كتلاحظوا. بسم الله السلام ورحمة الله. كما كتلاحظوا بالنسبة للقصعات راهم يجيبوهم يديروهم هنايا، قصعات ديال الطعام تقريبا كل واحد كيدير جوج قصعات ثلاثة في المنزل ديالو وكيجيبوه هنايا. من بعد من يجيبوه هنايا القصعات يحطوهم كاملين كيفرقوهم على الناس اللي جاو ضياف كما كتشوفوا. شوفوا تبارك الله الخير موجود، اللهم بارك. منطقة ديال جبال بن زناسن معروفة تبارك الله بالخير والخمير، اللهم بارك. دائما حاولوا تبارطاجيو معكم الفيديو وكذلك تشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد عبر القناة عبد اللطيف القنوري. تحياتي لجميع المتتبعين. إذا هذه واحد الصدقة لجميع الأحباب وصلة الرحم وتجدد صلة الرحم. إذا كما كتلاحظوا الخير موجود، القصاعي ديال الطعام تبارك الله موجود، راهم الناس عاد كيجيبوا كما كتلاحظوا. هاد جوج حصاير هادو غادي يعمروا كاملين بالقصاعي، تقريبا الناس كاملين جاوا لهاد المنطقة هادي باش يديروا صلة الرحم وتجدد صلة الرحم لأحباب، كلشي في سبيل الله. إذا كما كتلاحظوا تبارك الله الناس معروفين بالخير تبارك الله هنايا، ومعروفين بالكرم، ومعروفين تبارك الله بالطعام، الكسكس، الأكلة الشهية، اللهم بارك. يعني كما كتلاحظوا الكسكس بسبع خضاري، شوفوا الكسكس بسبع خضاري هانتوما تشوفوا تبارك الله. الله 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 اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم صل عليك يا رسول الله. الله يجعلها صدقة مقبولة إن شاء الله، أمين يا رب العالمين، اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم صل عليك يا رسول الله. إذا كما كتلاحظوا هما صوم الناس يجيو ويجيبوا الطعام تبارك الله، يحطوه في هذا المكان هذا كما كتلاحظوا. الخير تبارك الله، صل عليك يا رسول الله.